دكتور سيرجي ماركوف، أنت معنا مباشرة من موسكو. سألتك عن حقيقة قرار الروسي بالانسحاب من خيرسون، هل هو انسحاب حقيقي للجيش الروسي من هذه المدينة الهامة أم هو إعادة تموضع برأيك؟ سمعتك سيدتي، بالنسبة لي أعتقد أنه انسحاب حقيقي، فإن الجيش الروسي الآن لابد أن نفهم أنه أصبح أقل مما كان عليه من قبل، وقد خسر الكثير في حربه ضد أوكرانيا، وإن الشعب الروسي يجد أن الوقت قد طال جدا، وإن الخسائر أكثر مما عليه الشعب الأوكراني، وأن عدد السكان في روسيا يزيد عن عدد السكان في أوكرانيا، ونعتقد أن روسيا قد أخذت درسا يتعلق بهجومها على أوكرانيا، فقد خسرت الكثير، لأن أوكرانيا قد قامت بعمليات كثيرة، والذي نراه الآن هو تناقضا، لأنني دعيني أقول لك إن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لأوكرانيا، وأعتقد أن روسيا قد قامت بتهجير أكثر من 3000 من المواطنين، ومنذ نهاية نوفمبر فإن الجيش الروسي لم يتخذ ويستغل الوقت الذي كان أمامه، ولم يتفوق على الجانب الأوكراني. طيب دكتور سيرجي، نعم دكتور سيرجي، أنت تقول بأنه انسحاب حقيقي، ولكن على النقيض الجانب الأوكراني يشكك في قرار الروسي بالانسحاب من خيرسون، أولا لأهمية هذه المدينة، ثانيا لأنهم يقولون بأن العدو لا يمنحنا هدايا، باعتبار بالطبع أن هذه المدينة ستمهد وسيكون لها تبعات ميدانية لصالح الجانب الأوكراني. كيف ترى التشكيك الأوكراني وأنت تقول الآن بأنه انسحاب حقيقي وأن الجانب الروسي مضطر لهذا الانسحاب؟ Of course. لا أحد سيقول أنه خسر على الأرض. بعض السياسيين الأوكرانيين والسياسيين الأمريكيين أيضا يقولون أن روسيا لم تقرر أن تنسحب انسحابا حقيقيا، ولكنها ادعت بأنها ستنسحب من أجل أن تدبر لشيء ما، وإن الشعب يقولون إن القوات الروسية تخطط لتهاجم الأوكرانيين من الجانب الآخر، ولكن دعيني أقول إن الجيش الروسي لن يكرر هجماته مرة أخرى، ووفقا لبعض المحللين إذا كانت لنا أحلام فالأحلام ليست هي الحقيقة، إن هذا الانسحاب الذي رأيناه هو انسحاب حقيقي. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق لرئيس بوتين ومدير معهد الدراسات السياسية بموسكو وعضو مجلس الدوما الروسي السابق، كنت معنا بالصوت والصورة من موسكو، شكرا جزيلا لك.